من الشجر العظيمة الكبيرة جدا، هاي الشجرة اللي قدامنا شايفينها بتعيش دائما في الغابات. هي ثمان أنواع منها، سبعة بعيشوا في مدغشقر، واحدة في أفريقيا، وجزء منها برضو بعيش في أستراليا. شجرة جدا ضخمة، بتعيش آلاف السنين، هاي عمرها حوالي 800 سنة. هاي الشجرة الناس كانوا يستخدموها كمخزن للماء والفواكه. زي ما انتم شايفين هون، هذا المكان كانوا يخزنوا فيه الفواكه لأنه كانت ضلها باردة، وفي بعض الأماكن كانوا يخزنوا فيها الماء. شجرة غريبة جدا، شايفين قطرها قديش، يعني الحجم كبير جدا. آدم تعال ورجيهم قديش الحجم بالنسبة لك. وقف هون، ها شوف هذاك، شايفين آدم قديش بالنسبة لحجم هاي الشجرة. سبحان الله. هاي هي الفروت تبعت الباوباو اللي بتطلع، الفلاور سوري. هاي هي الوردة تبعت الباوباو. حنعمل تجربة لفاكهة الباوباو. هاي هي الفاكهة، هنجربها اليوم وهنحكي لكم شو راينا فيها. خليكم معنا. مرحبا، يعطيكم العافيه. وعدناكم انه نورجيكم الباباو فروتس. هذا هو الباباو فروتس، طبعا بدنا نقطعها قدامكم. حجمها تقريبا زي الاورنج الكبيره، فيها هيك زي بتخضخض جوا، وال من برا عليها زي الفرو. اسف، كسرناها. هاي من جوا، هاي هيك من جوا، طبعا برا زي الخشب هيك، بس من جوا هيك بتكون. وهلا بدنا ناكلها. طعمه زي مش عمر الدين، التمر الهندي هيك على حموضة، جواه بذر زي هذا. يعطيكم العافية. مرحبا، رجعنا لكم. وعدنا لكم امبارح انه ناكل الفروت تبع الباوباو. طبعا فتحناها وعملوا لنا اياها بكيس، كنا نصها، بس انا تذكرت بعدين من زكاوتها اني بدي احكي لكم هالفيديو. هي شغلة بيضة زي هيك، بس تاكلها جواها بذر اسود. صنع لكم اياها، هاي البذر، طعمها زي الزبدة مع الفانيلا، يعني هاي البذرة شايفينها. طبعا هاي ما بوكلوا هالبذرة. هذا هو الشجرة، شجر بابا. ورجيناكم امبارح قبل شوي شو اسمه هاي الفروت نفسها. في كتير بيحكوا انه من هذا الفروت بيعملوا أدوية للكانسر. ما بدي احكي انه بيداوي الكانسر او لا، بس بيعملوا كتير أدوية منه للكانسر. سي يو تومورو. فجأة والاكسترا لهذا الفيديو الجوس تبع البابا، هذا من عصير البابا، عشان هيك لازم تيجوا على هذا المكان تتلذذوا.